نبدا التصوير. نبدا دعوني اولا اعمل الكتا. هل بدأت التصوير؟ لا تبدأ التصوير. دعوني اولا اقوم بالتعديل على هذه الاشياء هكذا. نبدأ يا مخرج. المخرج نبدأ. اين هي تلك التي تعمل بها هكذا؟ اكشن. ليست عندك. اعملها انا. اوكي اكشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم يا اصدقاء في فيديو جديد. واليوم يا شباب سوف نكتشف سيارة شرطة خطيرة جدا. ماذا هناك؟ نعود نقوم بالاعادة ام ماذا؟ هل تعجبك المقدمة؟ ما الذي سوف اقول؟ بدأت باليسرى. اوكي سأبدأ باليمين. اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا هل اعجبتك الان؟ اوكي ساكمل. اوكي جيد سنكمل هكذا. وبركاته ومرحبا بكم يا اصدقاء في فيديو جديد. واليوم يا شباب سنكتشف سيارة. نعم سيارة شرطة رهيبة جدا. خطيرة وليست ليست خطيرة يا شباب. قال لي ليست خطيرة. اوكي جيد قال لكم لا تنفجر. مهم رهيبة جدا سوف نكتشف ذلك يا شباب الان. اسف يا شباب لن اعيد مرة اخرى هذه الخزعبلات لن اعيدها. اوكي يا شباب الان لقد ذهبنا الى المنطقة بالضبط. انظروا هنا في الخارطة الان تظهر تلك السيارة الحمراء. وانظروا يا شباب التعليق الخاص بخطير جدا ليس كذلك؟ وكأنني يعني اقوم بالتعليق في كرة القدم. انظروا في الخارطة يا شباب لقد ظهرت السيارة السرية. يا سلام وهناك شرطة يا شباب. هناك شرطة اعتقد بانهم يحرسونها. اوووي اضرب بلعب. اوه في الكثير من الشرطة هنا شباب. ماذا فعلت الشرطة التي تلبس الزي الاسود؟ اليست يعني خاصة بلوس سانتوس؟ يا لهوي يعني بان هذه السيارة يعني خاطئة. اوه هناك جيدا تخربط يا شو اسمه تخربط يحدث هذه في المونتاج لقد تخربت فيها. المهم يقومون واو تلك السيارة جميلة جدا. المخرج إذا نسيت شيء يحدثه في المونتاج. واو سيارة حمراء. لكن هذا النوع من السيارات يا شباب خاصة بلوس سانتوس وليس ابلع. اوه هناك يا شباب رجال الفضائيين. اريد ان اقول رجال الاف بي اي. ابلع لقد قتلناهم. جيد ابلع عندك مليون روح. اوه لقد وضعوا هذه الاشياء هنا. جيد اضربها وسوف تختفي. الله اضرب ابلع. جيد الان سوف نقوم بالهروب بهذه السياره. ابلع جيد يلا. اوه 1 2 3 4 5 نجوم. يا لهوي بسرعة. يلا. اوكي سنستدير الامن هذه المنطقة وسوف نقوم بالذهاب الى ذلك المكان لنقوم بحذف هذه النجوم. يلا بسرعة. اوووو طوق المكان. جيد سوف نقوم بالخروج بالشوت جان. ابلع انت ايضا يا شوت. ابلع يا اخي. هذه الطائرة المروحية تقوم بضربنا. جيد انعطاف. جيد اوه يا سلام اضرب اي ستنفجر. اوكي جيد اضرب ابلع. اوكي يا شباب الان سوف نقوم بالذهاب الى تلك المنطقه. سوف نقوم باختصار الفيديو هكذا. اوكي جيد وصلنا الان وسوف نقوم بحذف هذه النجمات. جيد هناك هذا المال سوف نقوم باخذه. يا سلام ذهبت النجمات. انظر يا شباب الان لقد حصلنا على سيارة خطيرة جدا ورهيبة جدا. حتى لو قمت بضربها بصاروخ نووي فضائي مدري ايش لن يحدث لها اي شيء. واضرب حتى الصباح و 10 مليون طلقة لن يحدث لها اي شيء. انظروا معي يا شباب هنا فالسيارة يعني رهيبة جدا. فاعتقد يا شباب باننا وصلنا الى نهاية الفيديو لان حصلنا على هذه السيارة الرهيبة. فهنا وصلنا يا شباب الى نهايه الفيديو. فاتمنى يكون الفيديو اعجبكم. لا تنسوا دعمنا بلايك وبالاشتراك بالقدر لم تكونوا مشتركين. كثرت من الكلام يا شباب ليس كذلك؟ خمس دقائق. المهم يا شباب اتمنى يكون الفيديو اعجبكم. لا تنسوا دعمنا بلايك وبالاشتراك بالقدر لم تكونوا مشتركين. واو شوف يا شباب اتكلم بسرعه البرق. والله لا اعلم كيف اقوم بالتكلم بهذه الطريقة. المهم يا شباب ولقد قلت لكم مع السلامة مليون مرة. اذا هنا وصلنا الى الفيديو. مع السلامة.
come from a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master.